مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي الذي يسلط الضوء على كل ما يهم المرأة السعودية والخليجية والعربية. زي ما احنا متعودين خلينا نشاهد عناوين حلقتنا لهذا اليوم. فإلى العناوين. في سيدتي اليوم: هل أخذ الدواء قبل أم بعد الغذاء؟ سؤال تطرحه كل مريضة، وسيدتي تشرح معلقة التفاعل بين الغذاء والدواء. حملة مجلة سيدتي والجميلة تعالج مرضى السكري بالطاقة. سيدتي تتابع الانتخابات البلدية وتناقش انسحاب بعض المرشحات منها. مسابقة لرائدات الأعمال تنطلق في جدة، وسيدتي تتعرف على التفاصيل. مرام الوتيد فنانة تشكيلية توسعت بخيالها في مجال الفن وخلقت إبداعات سعودية. الشيف لولو العزة تعرفنا على طريقة عمل الدجاج بالطحينية والصويا صوص على الطريقة التايلندية. أعزائي المشاهدين، كانت هذه عناوين حلقة سيدتي لهذا اليوم، لكن اسمحوا لي أني أمسي بكل خير على زميلتي مروة في جدة. ويسعد لي مساك يا مروة. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي مساكي دلال ومسا كل زملائنا في استوديو الرياض. أيضا مشاهدينا الكرام يسعد لي مساكم في برنامج سيدتي على روتانا خليجية. أذكركم مشاهدينا أنه تستمروا في التواصل معنا من خلال حسابنا في تويتر وإنستغرام. أيضا بإمكانكم متابعة حلقة اليوم والحلقات السابقة عبر رابط قناة برنامج سيدتي الظاهر أمامكم على الشاشة على اليوتيوب. فقراتنا مستمرة في برنامج سيدتي، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل: هل أخذ الدواء قبل أم بعد الغذاء؟ سؤال تطرحه كل مريضة، وسيدتي تشرح معلقة التفاعل بين الغذاء والدواء. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.